يسوى سبيل نسى سبينا خلي يقولون نحن على الهواء. لا 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 عملها لك مفاجأة. الغناء باللهجات المختلفة يتطلب موهبة إضافية، فلكل لهجة خصائص يحس بها من هم بدرجة فنان. انفتاح المطربين الخليجيين على اللهجات العربية ظهر قديما، وكان الأبرز الفنان الكويتي عوض الدوخي وكذلك غريد الشاطئ وغيرهم محققين نجاحات في بلاد الأغنية الأصلية. نجوم عدة في الخليج غنوا الأغنية اللبنانية وأبدعوا في تقديمها، أشهرهم حسين الجسمي وعبد المجيد عبد الله وعبد الله بالخير وغريد الشاطئ الذي اشتهر بأغنيتي بتروح لك مشوار ويا دارة دوري فينا. بين تقليد اللهجات أو أغاني المجاملات هناك أعمال فنية تجذب المغني إليها، وذلك نابع من اكتمال الصورة والكلمة واللحن والصوت العذب. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذها الهوى بها سعيد. أغاني السيدة فيروز كانت الأقرب لعدد كبير من الفنانين العرب الذين قدموا الأغنية اللبنانية بإحساسهم الخاص، وكان لهذا وقع جميل. غلبت الأغنية الطربية على أي منتج آخر، ويعود ذلك إلى الطقس أو المزاج الشرقي الذي يتفق عليه العرب جميعا. برغم شهرة هؤلاء الفنانين الخليجيين إلا أنهم أضافوا إلى حفلاتهم جزءا من هذه الأعمال، وأضافوا إلى تلك الأغاني لمستهم الخاصة. سألوني الناس عنك سألوني، قلت لهم راجع وعدلوا. وهذا لقي استحسان الجمهور في الخليج وفي باقي البلاد العربية. الظاهر العربية. نقطع السطر. عبد الله بالخير عنده لمسة مختلفة. فجميل ظاهر ينضم لنا هنا في الاستديو. ليش ما حطيت حلو كذابي؟ قدر الامكان، لانه والله ما كان في وقت كافي لكل الاغاني، بس على الاقل هو المجموعة كانت يعني وفت الغرض. طيب جميل، كلمنا عن الفنانين الخليجيين واختيارهم للأغاني اللبنانية وتحديدا فيروز. ليه دائما بيختاروا يغنوا الفيروز؟ ما في أغاني كتير لفنانين. هلا دائما كان بالعالم العربي بيغنوا اللهجات، يعني مطربين لنقول لبنانيين أو مصريين أو من المغرب العربي كان عندهم البعض، وهي فعلا مش أي حدا بيقدر يغني لهجة تانية ويتقنها، لأنه مرات كتير عشان هيك ذكرنا بالتقرير أحيانا بيكون في غناء هو نوع من المجاملة، بس لا يقول إنه الواحد يعني بغازي اللهجة معينة بيقدم شيء، إنما ما بيحدث أي فرق لما يغنيها. هلا بالأساس الألحان اللي تغنت هي اللي بتجذب الفنان لغناء، يعني أغلب الألحان اللي سمعناها اليوم هي من ألحان فليمون وهبي بالتحديد، ومن ألحان زياد الرحباني الشرقي اللي هو هذا المزاج الشرقي اللي عم بيغنوا فيه الشباب اللي عم يسمعوا. هلا مثل هي الأغنية، هلا هي من ألحان زياد الرحباني، يا دارة دوري فينا من ألحان فليمون وهبي، حلوة وكذابة من ألحان فليمون وهبي، بترح لك مشوار كمان من ألحان فليمون وهبي. فكل هول الأغاني حبوهن الناس لأنه فيهم بساطة باللحن، بس بنفس الوقت بيملكوا جملة طربية بحبها الجمهور العربي ككل، إن كان بمصر أو كان بمن الخليج أو بالعالم العربي. بالتأكيد فمن هذا المنطلق بعتقد يعني تمو. جميل، بالتأكيد نجاح الأغنية في الخليج هو ما يعني ابتكر أو أعاد غنائها
حتى بإيقاعات مختلفة. مزبوط يعني لأنه لما يكون اللحن ماكن بتقدر تتحرك طيب فيه أكيد. هو في البداية يعني حتى قبل عبو الضوخي لما غنى لأم كلثوم وغنى بعض الأغاني كان هناك حسين عبد الرضا من المسرح أجا هذا الشيء أي طبعا الممثل هو اللي من اقترح على غريب الشاطئ أنه يعيد غناء يدار دوري فينا أو بتروح لك مشوار هي شوف الـ يعني بشكل منطقي خلينا نقول وجود عرب مقيمين بالخليج سهل هذه العملية يعني مثلا يمكن ما فيش كويتي مقيمين في لبنان يعني يجوا سائحين ويرجعوا بس إلا اللي مثلك بحبين زال يقعد لا بس بقصد أنه الإقامة الدائمة كانت بـ 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 بالخليج صار في خلط ثقافي وانفتاح على هذه الثقافات وخاصة عم تحكي ببدايات التلفزيون ببدايات الانفتاح على كل يعني على هذا الانفتاح اللي صار له علاقة بالإذاعة وبالتلفزيون فكان يجوا هالفنانين على منطقة الخليج نعم في خطورة بأنه أنت لما تغني أغنية بغير قالبها قد يرفضها الجمهور طبعا اليوم احنا قاعد نسمع أغاني يعني بعضها على إيقاع البستة وإيقاع بحري مثل يدار دوري فينا وغيرها وحتى الفالت اللي غناها بالعكس حتى إذا بتذكر يعني مثل بتروح لك مشوار لما غناها غريب الشاطئ انشهرت بلبنان مثل كأنه كيف حبوها الناس اللي سموها بالخليج لأنه هي فيها جو مسرحي فيها هاي الجلسة اللطيفة اللي هي أصلا موجودة بطريقة الغناء اللبناني اللي كنا نشوفه زمان بالمسرح الغنائي عم نحكي عن الجو اللي كان يعملوه فيروز وصباح ووديع الصافي ونصر شمس الدين فهي الأجواء بس هون حتى شوف هلأ بهاي الأغنية بالتحديد في هاي الجملة الحلوة بنفس الوقت اللي فيها كل الكلمات الحلوة وهني أساسا بالخليج الشعر كان عالي المستوى فكمان بيقدر مروة بتقول لك مفاجأة خلينا نشوف الكليب ونشوف المفاجأة اللي معنا يلا فاجئوني فجأة طلع للبكي نحن وقاعدين لآخر مرة سوا وساكتين طلع للبكي نحن وقاعدين لآخر مرة سوا وساكتين بعيونك حنين سكوتك حنين لو بعرف حبيبي بتفكر بيه لو بعرف حبيبي بتفكر بيه الله الله طبعا هذه محمد عبد يعني هذه أمينة الشراح يعني بس كمان هاي الأغنية كنا عم نحكي هذه ضاعت منك الأغنية بس هاي من ألحان فيلم وهبي ومن فيروز طبعا أول مرة بعرف محمد ولا مرة شفت الفنان محمد عبدو عم بيغني لبناني طب يعني بحفلاته بتابع كتير حتى بالإذاعة لما كنت بالإذاعة أول مرة بسمع هذا الشيء بس الحلو مثل ما قلت لك اللحن لفيلم وهبي والأغنية من أغاني فيروز طيب محمد يعني عايزين نعرف طبعا في دايما مخاوف للفنانين سواء كانوا خليجيين او مصريين ان هم يغنوا باللهجه اللبنانيه دايما بيكون في مقلين في طرح الاغاني طبعًا. في الالبومات وحتى الفنانه شيرين كان المفروض هتطرح اغنيه باللبناني وتراجعت عنها طبعا ايه السبب؟ السبب اذا بتحكي عن الفنانين المصريين شوي يعني قله بيقدروا يغنوا لهجات لانه كانت طاغيه اصلا اللهجه المصريه طاغيه وهي الاقرب لكل العرب اللهجه المصريه يعني كل العرب غنوا باللهجه المصريه انما قله من المطربين المصريين غنوا بلهجات ثانيه نتيجه عمق اللهجه وقوتها اذا بدك لانه كانت منتشره سينما دراما موسيقى فهي اعمق واكبر وحده اعمق لهجه باللهجات العربيه بس عم نحكي المطربين المقتدرين مثلا ذكرى انغام شيرين لما بيغنوا اللهجة الخليجية بيعطوها حقها أصالة بتعطيها حقها هون لما عم نشوف المطربين الخليجيين هن عم بيغنوا أغاني تاني على مسرح الأوبرا بمصر راحوا كتير فنانين خليجيين غنوا لعبد الوهاب غنوا لأم كلثوم نذكر أصلاً عوض الدوخي قدم أغاني أم كلثوم ولم تخسر هذه الأغاني أي من قيمتها الفنية بالعكس أعطاها طقس آخر ونعمل عنه شيء إن شاء الله الأسبوع الجاي هذه قصة تقريبا لازم يعني. نعمل شيء عن عوض الدوخي لأنه قدم مجموعة أغاني أم كلثوم بأسلوب مختلف لدرجة أنه بزمن أم كلثوم كانوا الناس يسمعوا عوض الدوخي بطريقة مغناه المختلفة وبيحسوا
صوته الخاص. كان في دويتو ما بينه وما بين طبعا كنتو. فعنده حس خاص كان يقدم فيه الاغنيه ريمت. المصريه بالتحديد. انت قلت لي ريمكس. بينما مثل ما قلت الاغاني المغنيين الخليجيين اللي غنوا الاغنيه اللبنانيه اضافوا لها احساسهم الخاص وكانت ممتعه، وبيعتقد اللبنانيين والخليجيين والعرب استمتعوا بهذا الشيء وشافوه كمان حاله فنيه منفرده. يعني ماجد يقول لي من عمق العمق لازم اشكرك. بصف. انا اللي اشكر ماجد كمان هو لفتني على هذا الموضوع. لا طلع ليه محمد عبده طبعا. شكرا جزيلا لك. اذا منتظر منك الاسبوع القادم الاغنيه المصريه باصوات خليجيه. طبعا. ايوه هنستناك. شكرا لك. الى اللقاء. مو باي باي. الى اللقاء. تمام. إذا ضل دوري فينا كيسوا سبيلون.